من جديد أهلا بكم في شير. طفلة مصرية يتبقى على بلوغها سنتين أيام قليلة، لكنها حتى الآن لا تستطيع الحركة واللعب بشكل طبيعي، لأن رقية محمد رضا مصابة بمرض ضمور العضلات الشوكي، وهو مرض جيني يتسبب في عدم إنتاج البروتين الكافي لنمو وتحريك العضلات ومن ثم ضمورها. ولكونه جيني فإن علاجه صعب ومكلف، ويحتاج لحقنة مصممة خصيصا لكل مريض على حدة لتعديل وتبديل الجين المصاب. وحتى الآن لابد من تلقي المريض الحقنة قبل أن يتم العامين، وتتكلف الحقنة الواحدة ما يقارب $2,000,000، وهو مبلغ لا يتوفر لكل الأسر العادية والبسيطة التي يصاب بها أحد الأبناء بهذا المرض. لكن في حالة رقية اجتمع المصريون على قلب رجل واحد وجمعوا المبلغ على هيئة تبرعات لإنقاذ رقية. والمثير هنا في هذا الأمر أن دور مواقع التواصل الاجتماعي وتأثيرها الكبير في نشر قصة رقية وحالتها وكسب المزيد أيضا من التعاطف لإنقاذ طفلة بريئة، فكيف استطاعت السوشيال ميديا أن تقوم بهذا الدور، وما مدى قوة وتأثير السوشيال ميديا في مثل تلك الحالات؟ للحديث أكثر عن دور السوشيال ميديا في المساعدات الإنسانية، معنا المؤثر عبر السوشيال ميديا وأحد المساهمين في حملة أنقذوا رقية، السيد حسين الجوهري. سيد حسين، أهلا بك في شير. في البداية لو تحدثنا أكثر عن دور السوشيال ميديا في التعاطف أو كسب التعاطف والمزيد من التعاطف حول العالم في مثل تلك الحالات. أهلا بيك أستاذ صلاح. في البداية حابب أرحب بيك. تاني حاجة حابب أقول إن السوشيال ميديا مش هي الشيطان الأعظم اللي الناس بتفتكر ان هي الشيطان الاعظم بالنسبه للاجيال الجديده او ناس جديده طالعه. السوشيال ميديا زي ما ليها الجانب السلبي ليها جانب ايجابي جدا حوالين العالم. السوشيال ميديا قدرت ان هي تخرج مذيعين واعلاميين من تحت الارض، قدرت ان هي تخرج شعراء، قدرت ان هي تخرج كتاب، قدرت ان هي تساعد حالات كتيره جدا بعيدا كمان عن رقيه كانت قبل كده، ان هي تخلي مواضيع تنتشر ان الحالات كتيره كانت محتاجه ان هي تساعد، وبالفعل تم مساعده الحالات دي. السوشيال ميديا يعتبر هي الوسيلة أو المنصة الوحيدة الجديدة اللي موجودة دونا عن الإعلام التقليدي اللي أي حد يقدر يعبر فيها عن حاجة هو محتاجها أو عاوزها. فبالتالي كل واحد عنده موهبة حاليا يقدر يظهرها على السوشيال ميديا، كل واحد محتاج حاجة من الناس يقدر يظهرها برضو على السوشيال ميديا، ويقدر إن هو يتناولها مع اللي حواليه. السوشيال ميديا ما سابتش أي فرصة لأي حد إن هو يجي على حد من خلال أي حاجة تانية. السوشيال ميديا الناس بقت بتحتمي فيها على الأقل في المطالبة بحقوقهم. العالم دلوقتي بقى بيعمل حساب جدا لمواقع التواصل الاجتماعي بسبب إن كل واحد بقى بيخشى إن هو يعمل حاجة سلبية خوفا من هي يتم إذاعتها على مواقع التواصل الاجتماعي. مؤسسات كتيرة وأماكن كتيرة بقت بتخضع للسوشيال ميديا. ساعدت كتير جدا من اصحاب البيزنس اللي لسه ستارت اب ان هم ينشأوا ان هم يكبروا ان هم يوصلوا لمراحل. حسين، بالحديث اكثر عن قصه رقية، يعني كما علمنا ان هنالك شقين، شق قانوني وشق ترويجي ايضا، نريد ان نعرف ما مدى التداخل ما بين هذين الشقين، ومن الذي كان مسؤول عن الشق القانوني؟ الشق القانوني هو اللي كان المسؤول عنه وزارة التضامن الاجتماعي المصرية هي اللي كانت مسؤولة عن الشق القانوني، لأن مستحيل أو يعني القانون بيمنع أن أي شخص يطلع يلم مبالغ من الناس أو يلم تبرعات. فوزارة التضامن الاجتماعي خصصت أرقام معينة أو خاصة برقية، حسابات رقية تحت إشرافها، يعني الحسابات كانت تحت إشراف وزارة التضامن وكانت هي كانت باسم رقية، لكن ما حدش يقدر إن هو يتحكم فيها تماما، حتى والد رقية لا يستطيع أي حاجة إن هو يقدر يعملها على الحساب أو إن هو حتى يسحب منه جنيه واحد إلا من خلال وزارة التضامن. وزارة التضامن هي اللي كانت الشق القانوني للموضوع، وهي طلعت أرقام وحسابات لدعم الطفل رقية. فمن خلال الأرقام دي قدرنا إن إحنا على السوشيال ميديا إن إحنا نبدأ ننشر الأرقام ونقول للناس إن رقية عندها مشكلة. ربما الآن الكثير من التساؤلات تدار حول لماذا رقية بالتحديد، ولا ما أذكر أن كان هنالك برضو أيضا حالة من التعاطف مع طفل كان يدعى برشيد. لماذا كل هذه الحالة؟ لماذا رقية بالذات؟ لماذا رقية بالذات؟ مرض الضمور العضلي أو الشوكي، الحقنة من سن شهر لست شهور
الدوله المصريه بتتكفل تكفل كامل بثمن الحقنه، وبتعطي الحقنه مجانا للطفل من شهر لست شهور. لكن اذا تخطى الشهر الست اذا تخطى الطفل الست شهور، فهنا المشكله ان الدوله لن تستطيع مساعدته، لان تكلفه الحقنه بتبقى غاليه. ليه رقيه؟ ليه رقيه بالذات؟ لان رقيه كان في الشهر القادم او بتحديدا 13/7 رقيه هتتم السنتين، وما ينفعش ان 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 بعد السنتين رقيه تاخد الحقنه، هيبقى كده خلاص ان هي الحقنه لا يستطيع احد ان ياخذها بعد سن الثانيه من عمره. طيب تماما. يعني وانت احد يعني وانت احد القائمين على هذه الحمله لجمع التبرعات للطفله رقيه، يعني هل كان التعاطف من اجل هذا المرض ام من اجل رقيه؟ من اجل فاولا من اجل رقيه، ثانيا من اجل المرض. لكن لو رقيه كان عندها يعني مرض تاني وكان يستطيع الانتظار، كنا اكيد هنشوف مين الحاله اللي لا تستطيع الانتظار من المساعده، كنا بدانا ان احنا نروج ليها. لكن رقيه المرض المعني بيها او اللي هو موجود فيها هو مرض ليه مده زمنيه معينه لا تستطيع ان احنا لا تستطيع الانتظار. ما ينفعش ان احنا بعد السنتين لو كنا جمعنا ال 40 مليون ما كانش هيبقى ليهم اي لازمه، لان خلاص الرقيه لن تستطيع ان هي تاخذ الحقنه بعد. طيب بذكرك لهذا المبلغ يعني سيد حسين، يعني 40 مليون جنيه مصري مبلغ كبير. 2 مليون دولار مبلغ كبير، نعم. كيف ساهمت السوشيال ميديا في الوصول لهذا المبلغ؟ اولا السوشيال ميديا بدات تعرض حاله رقيه، بداوا ان هم يقولوا رقيه عندها ايه. يعني بالاستمراريه الانتشار رقيه بدات تبقى هي الترند على السوشيال ميديا. فمن هنا احنا انا والفريق اللي معايا ذا باور اوف سوشيال ميديا قررنا ان احنا ناخد خطوه ونطلع للناس على مشارف تجربه حصلت في دوله الامارات، ان هي كانت جمعت مبالغ ل المواطنين اللاجئين واستطاعت فعلا ان هي تجمع مبالغ كبيره. فاحنا على المشارف دي قلنا ليه ان احنا ما نعيدش التجربه طالما التجربه هي تجربه خيريه، ونقدر نقول للناس ان احنا موجودين دلوقتي اللي حابب يتبرع برقيه، وان احنا نعرض عليهم حاله رقيه، والناس بطبيعتها هتبدا تفهم الموضوع وهتتعاطف مع رقيه. من هنا جت فكره الحمله ان احنا نطلع نحبس نفسنا في غرفه مغلقة تماما لمدة 3 أيام لمساعدة جمع التبرعات لرقية. أنا والفريق صبار في السوشيال ميديا خصصنا 3 أيام، قلنا إن إحنا ال3 أيام هم التارجت بتوعنا، إن إحنا نجمع فقط 10 مليون جنيه يعني لو قدرنا. بالفعل إحنا خلال 48 ساعة قدرنا رقية الحقنة ب 40 مليون جنيه، وأعلنا إن الحقنة ب 40 مليون جنيه وإن إحنا محتاجين 40 مليون جنيه. بخلال 48 ساعة قدرنا نجمع 45 مليون جنيه لرقية، مش لرقية لمبلغ كتوب. رقية هتاخد 40 مليون أو هيتم على ما أذكر أن هذه الحملة اعتمدت بشكل كبير على بعض المنصات بخلاف المؤثرين على مواقع السوشيال ميديا. برأيكم إلى أي مدى هذه المنصات يمكن أن تؤثر على الأشخاص وعلى المتابعين لمواقع التواصل الاجتماعي في المشاركة بمثل هذه الحملات؟ السوشيال ميديا هي زي ما قلت لحضرتك، السوشيال ميديا بتعمل كل اللي هي عايزاه، ملهاش قيود، مفيش حد بيقول لها تعمل ايه وما تعملش ايه. السوشيال ميديا يمكن تختلف تماما عن التلفزيون، لان في مساحه كبيره جدا تقدر تتكلم فيها، تقدر تعمل فيها. وفي السوشيال ميديا ليها ناسها بمعنى صح، يعني في مؤثر، في ناس مشاهير عندهم قاعدة جماهيرية كبيرة جدا بيقدروا يتكلموا من خلالها على مواقع التواصل الاجتماعي. ويكاد الأشخاص اللي هم مشهورين على السوشيال ميديا لا هم بإعلاميين ولا هم بفنانين ولا هم بأشخاص يعني بيطلعوا على الإعلام التقليدي اللي هو التي في. احنا اللي ظاهر ان التي في هو اللي يعتبر هو المنصة الإعلامية في الوقت الحالي، لكن السوشيال ميديا دخلت وأثبتت ان احنا في منصة جديدة مواقع التواصل الاجتماعي، منصه بنقدر من خلالها ان احنا ننتشر، بنقدر من خلالها ان احنا شخص عنده ذات عاوز، واحد عاوز يبقى فنان بيطلع يظهر موهبته للناس وبيفرض على الجميع. فالسوشيال ميديا هي بتفرض الحاجه على الناس، لدرجه ان السوشيال ميديا، تجربه السوشيال ميديا يعني كمثال، انا كشخصي انفلونسر او حسين الجوهري الانفلونسر على السوشيال ميديا،
من خلال السوشيال ميديا انا اتشهرت وبقى عندي. اذا لعبت السوشيال ميديا ادوارا كبيره في جمع هذه التبرعات للطفله رقيه والتي نتمنى لها السلامه والشفاء العاجل، ونحن بالفعل فخورون بك حسين الجوهري والطاقم الذي حاول جاهدا في جمع هذه التبرعات. شكرا جزيلا لك حسين الجوهري، كنت معنا من القاهره.